السلام عليكم، كيفاه ترسل 100,000 من اكتيفيا لشخص عنده موبيليز، يعني من موبيليز لموبيليز؟ اول شيء يجب ان يكون لديك رصيد، يعني لازم يكون عندك الدراهم في التليفون تاعك باش تقدر ترسل 100,000 من اكتيفيا لاي شخص اخر عنده موبيليز، بشرط ان تكون الشريحه الخاصه به من نوع بيكس، يعني باش يقدر يستقبل هذا الرصيد. اول شيء مباشره توجه الى لوحه الاتصال الخاص بك، قم بتشكيل هذا الكود يعني او هذا الرمز. اذا كانت اول مره تقوم بتشكيلها سوف يطلب منك الاشتراك، يعني فقط اتبع الخطوات. بعدها قم بتشكيل مره اخرى هذا الرمز وقم بالضغط على الشريحه التي تريد ارسال منها الرصيد. سوف يطلب منك، انظر هنا لديك في الخيار الاول سلكني بلان، يعني سوف تقوم بارسال له رصيد مكالمات وانترنت. اما بالنسبه الى الخيار الثاني فهو لإرسال رصيد إنترنت فقط، لإرسال رصيد إنترنت فقط. نحن سنقوم بإرسال مكالمات، يعني رصيد مكالمات ومعه إنترنت. نقوم باختيار رقم واحد ونقوم بالضغط على أوكي. هنا يطلب منك إدخال رقم الذي ستقوم بإرسال له الرصيد أو يعني 100,000 من أكتيفيا. قم بإدخال الرقم، بعدها قم بالضغط على إرسال. في الخطوة هذه الخطوة يطلب منك إدخال كود. بالنسبة إلى هذا الكود هو نفسه كود الفليكسي. إذا لم يعني لكان ما على بالك كيف تتحصل على كود الفليكسي، راح نخليه لك في أسفل صندوق الوصف كيف تغير كود فليكسي. بعدها قم بإدخال الكود الخاص بك. أنا سأقوم بإدخال الكود الخاص بي. بعد إدخال الكود مباشرة قم بالضغط على إرسال. سوف يظهر لك الرقم ويقول لك يعني إذا أردت المتابعة قم باختيار الصفر. قم بالضغط على الصفر وقم بالإرسال. هنا سوف تظهر لك الخيارات. بالنسبة إلى الخيار الأول إذا أردت إرسال له 5,000 يعني أكتيفيا، بالنسبة إلى الخيار الثاني 10,000، بالنسبة إلى الخيار الثالث وهو 50,000 يعطوك 5 جيجا لمدة يعني أسبوعين. نحن نريد مزيد من الخيارات، فقط نقوم بالضغط على الصفر يعني سويفو، بعدها نقوم بالضغط على إرسال. سوف تظهر لنا هذه الخيارات، يعني 100,000 يعطوك 13 جيجا، يعني كي شغل راك تفليكسي 100,000 اكتيفيا. بالنسبه الى الخيار الخامس وهو 200,000 يعطوك 30 جيجا. هذا الخيارين لمده شهر. قم باختيار الرقم 4 وقم بالضغط على ارسال. كما ترون حدثت معي هذه المشكله لاني تاخرت كثيرا، لهذا ساعيد خطوه خطوه وتابع معي هذا الشرح. اول شيء تقوم بتشكيل هذا الكود، تقوم بالضغط على الشريحة التي تريد إرسال منها، بعدها تقوم بالضغط باختيار الخيار الأول، تقوم بإدخال الرقم الذي سوف ترسل له الرصيد، تقوم بإدخال كلمة السر، بعدها تقوم بالضغط على صفر التالي، بعدها تقوم بالضغط على صفر سويفو، بعدها تقوم باختيار الخيار رقم 4 وتقوم بعملية الإرسال. وكما ترون تم إرسال هذه القيمة بشكل ناجح تماما، يعني 100,000 تم إرسالها إلى هذا الرقم. هذه طريقة بسيطة يعني لمن يعاني من مشكلة في فليكسي أو يريد إرسال يعني رصيد إلى شخص آخر. السلام عليكم.